السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، كدارين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ أتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم أكلة صينية شعبية بزاف في الصين، أكلة زوينة بطبيعة الحال كيقدموها الناس دابا في كل البلدان، أكلة اللي سهلة وجميلة ولها عشاق كبار ودراري صغار وكبار. صراحة هي أكلة اللي زوينة ولذيذة. مهم أول حاجة عندنا، بسم الله نبداو على بركة الله، اللي خاص تكون هاد النوعيه ديال الفيديوه اللي صينيه، البنات اللي ماشي في المستطاع ديالهم انهم يلقاوها. هي كتواجد في كاريفور، كتواجد في ليدل، انا هذه خديتها من ليدل بلوس. المهم البنات اللي يعني ما عندهمش استطاعه انهم يلقاوها يقدروا يعوضوها باسباغيتيس، ولكن يفضل هذه. ولكن يعني كنقول اللي ما كايناش عندهم هاد الفيديوه ولا البلاصه ديال فين كيتقداو بعيده عليهم ولا وتشهاو يديروا هاد الاكله، يقدروا يدوها ويعوضوها باسباغيتيس. المهم انا عندي هاد النوعيه اللي فيها 250 غرام، وهذه مصنوعه البنات، يعني ماشي حاجه اللي تخافوا منها ولا، مصنوعه هذه من الدقيق والملحه والماء. الصوره هارينا دي تريغو اغوا سال، قلت لكم الدقيق الماء والملحه. عندنا هنا بالنسبه لبقيه المقادير، عندي غنحتاج صلصه ديال السوجا، الزيت، نحتاج الدجاج، شرائح ديال الدجاج قطعتهم على هذا الشكل، يعني خاص ضروري تقطع كلشي بحال يعني على شكل طولي، كتجي اكله يعني لذيذه وفي نفس الوقت الصوره ديالها يعني كتجي زوينه كتشوفوا. عندي هنا هذا اللي كنديروا في الكسكسو، اللي كنديروا في الخضره ولا في السوبه ديال الخضره ولا الكروم، كتشوفوا قطعته على هذا الشكل، سميته هنا في اسبانيا كول. عندي هنا فلفله خضراء واحد الحبه قطعتها طويله كيف كتشوفوا، الفلفله حمراء واحد الحبه، حبه صغيره عندي. عندي وحده ديال خيزو، عندي هنا شويه ديال البزار، غنحتاج شويه ديال البزار، هي ما كديش العطريه، غنحتاج شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه، وهنا جوج دروس ديال الثومه محكوكين، وجدت واحد الخليط البنات نوري لكم. كيف كتشوفوا واحد يعني هذا الماء اللي غادي نحتاجو باش غنرطب فيه ديك فيديواس ديالي، حيت ديك فيديواس ما يعني ما ماشي ضروري يعني انهم ما كيطيبوش، هما بحال الشكل ديال الشعريه. غنصفي هذا الماء اللي عندي، غنصفي هذا المرق وغنحط فيه ديك الشعريه من بعد واحد 5 دقائق الى 10 دقائق، وباش يعني تجي فيه البنه درت شويه من ديك المكونات اللي درت، واحد شويه ديال الخيزو، واحد شويه ديال الفلفله، واحد شويه ديال الكروم، واحد شويه ديال الدجاج، غير شويه وصافي. والدجاج ما درتش الصراحه، ما درتش الشرائح، درت غير دوك العظيمات كيف كتشوفوا، غير العظم يعني غير باش طق البنه، وشويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه. غادي نصفي وغادي نرقد فيه ديك الساعه في ليواس ديالي. المهم غنبداو، بسم الله على بركه الله. غنديرو اول حاجه شويه ديال الزيت. البنات اللي عندهم المقله ديال الووك، ديك المقله اللي كتكون غارقه، احسن، انا ما عنديش وغادي نستعمل هذه حيت غارقه، المهم شي حاجه اللي تكون هكا كبيره احسن، انا الصراحه ما عنديش. غادي نضيف الدجاج، جوج مباشرة غنضيف معاه ديك التومة، يعني غنبدا بالدجاج هو باش يطيب ليا دغيا، حيت الخضروات هما ما كيحتاجوش طياب يعني حتى ينزلوا ولا لا، هما كيمشيو في هذه الاكله معروفه فيها، كيمشيو فيها الخضروات يعني شويه كيكونوا شويه يعني طريين طازجين، يعني ماشي يعني قاس، ماشي طري، ماشي عفوا ماشي طريين، فاش كتاكلوهم خاص تحسوا بديك ديك يعني ديك الاخر ديك، عرفت كيفاش غنشرح لكم؟ الصراحه خاصكم تحسوا بالخضره ديالكم يعني ما طيباش بزاف، غزز عندنا في اللسان،
كانت تغزز السنين ديالنا هكا كتمشي، يعني احسن ما تطيش بزاف. داكشي علاش انا حيدت منها البصله، هي كتمشي فيها البصله، ولا بغيتو الشامبينيونيس انا حيدت منها البصله، حيت صراحه ولادي لقاو البصله نيئه يعني ما طيبهاش بزاف غادي يرفضوا انهم ياكلوها، وحيدت منها البصله ما درتهاش. والبنات اللي كيبغيو البصله وياكلوها يعني ما عندهمش مشكل، واخا تكون شويه يعني ما طايباش بزاف، هذا هو واحد النص ديال البصله ويقطعوها بحال كيما قطعت هذه الخضره كامله. والثومه ضروري من الثومه كتعطي واحد المذاق زوين، الا ما بغيتوش ديروها هكا محكوكه ديروا واحد جوج فصوص ورميوهم هكاك يطلقوها غير في ديك الزيت وحيدوها من بعد بالنسبه لي ما كياكلش الثومه. المهم غادي نخليه يتقلى شويه مزيان عاد باش نضيف ليه بقيه الخضر. بعد ما تقلى عندي الدجاج ديالي غنضيف ليه دابا شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه، الملحه ما نكثروش حيت السوجا اللي غندير صلصه ديال السوجا كتكون مالحه، يعني غير شويه وصافي. دابا غادي نضيف بقية ديال الخضر، كتشوفوا كلشي غادي نديرو في نفس الوقت، يعني ماشي شي حاجة ما غنسبق والو ما غنأخر والو. غنسوطو مزيان الخضره ديالنا مع التحريك، وغادي نوجد دابا في الريواس ديالي. كتشوفوا يعني ما درتش فيه شي حاجه بزاف غير البنه وصافي. حاولوا نبسطوها بهذا الشكل باش تدخل وصافي في الماء ديالنا. بدات اللي ما داروش مثلا المرق فيه داك البنه اللي درت انا ديال الخضروات والعظام يقدروا يضيفوه في المرق، يديروا الماء طايب ويديروا فيه واحد كنور ديال الدجاج. غنخليها واحد 5 ل 10 دقائق غنقلبها باش تدخل ليا كامله في الماء. بالنسبه للبوطه انا بدلت على هذه حيت الاخرى خفيفه بزاف، خاص تكون شويه مجهده احسن باش تبقى صوطه لينا ما تلقش من الماء. ديك الخضره اللي عندنا صوطه مزيان. دابا غنضيف ليها صلصه ديال السوجا،
الدجاج مع الكفار. حسب كل واحد واش كيبغي البنه ديال الصوجه تكون قويه ولا خفيفه. غنحاول ندوق ديك المرق اللي طلق ونشوف واش غنزيد الملح ونزيد الصوجه ولا لا. يعني اللي حسب الكميه اللي غديروا نتوما. انا غنزيد معلقه كبيره ديال الصوجه البنات، يعني 3 معالق. صافي البنات، انا كيف كتشوفوا يعني هي ما كتكيفت لكم، ما خصهاش الخضره تكون شويه نيئه، ما تطيبش بزاف. صافي انا غادي نطفي عليها غير شويه تشرب على جهه على البوطه مزيان، تشرب غير ديك الصلصه اللي توقفت، هاد الصلصه اللي فيها، وغادي نطفي عليها عاد باش غنزيد عليها الشعريه، وغنشعل باش نزيد عليها ديك الكريوه، غنشعل نصوتيها عاوتاني مزيان معاها ونطفي باش ما تطيبش ليا ديك الخضره. الشعرية دابا غنطفي على ما تيجي ليا الشعرية ديالي، راه باقا حنا في الماء. غنطلقها. ها في الواز ديالي واجدين صافي. المهم بعد ما دازت 10 دقائق درتهم يكثروا مزيان من داك المرق اللي كان فيهم داك الماء. وكيف قلت لكم قبيله بلي كنت طفيت على الدجاج ديالي والخضره ديالي، دابا غادي نزيد نشعل عليها غير واحد 3 4 دقائق بين ما نشحر في ليواس ديالي معاه ويتجانس الخليط ديالي مزيان. صافي غادي نطفي عليه ونقدمه ان شاء الله في الطبق النهائي. انا تحاولوا تهزوا شي حاجه، يعني جوج، انا كندير هذا نستعمل هذا وهذا باش نخلط مزيان في ليواس ديالي باش يدخل في داك الخليط كامل، يعني ما تبقاش جهه خاويه وجهه عامره. درت يديا بجوج وهو شويه صعيب صراحه، حيت انا ما قطعتوش. بالنسبه للبنات اللي بغاو يقطعوا جههم صعيب يقطعوا، انا ما قطعتوش، يعني خليته هكاك طويل باش كيتكل هكاك طويل احسن. وغتخلطوه مزيان صافي. المهم غدافوا واحد 3 4 دقائق تشحروه يدخل يتمزج فيه داك الزيت اللي طلق لينا الخضره ديالنا والدجاج ديالنا، وصافي طفيو عليه وتقدموا في الطبق النهائي. هذا هو الشكل النهائي احبائي. كيف كتشوفوا انا زينته بشويه ديال السمسم من الفوق اختياري اللي بغاه، وواحد قطرات صغيره ديال السوجه زينتهم من الفوق وشويه ديال السمسم. نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه، وشكرا على التتبع ديالكم. الى الفيديو القادم ان شاء الله.